مفهوم؟ أو قال ضعي لنا في الطعام ثوم وبصل. لماذا؟ قال حتى نأكل وسقط عني وجوب الجماعة. ما يصح هذا، تعمد هذا، هذا يعامل بنقيض قصدي. طيب صلاة الكسوف، صلاة الكسوف قلنا يرى بعض العلماء وجوب صلاة الكسوف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها خائفا عليه الصلاة والسلام يجر رداءه، وصلى صلاة غريبة طويلة وقال رأيت كذا وكذا، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، تخويف. صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام بركوعين في كل ركعة، يعني يقوم يجهر بالقراءة، يكبر، يستفتح، يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة في الأولى، ثم يكبر ويركع، ويجعل الركوع قريبا من القيام، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع مرة ثانية، ثم يرفع، ثم يسجد ويتم هذه الركعة، ويأتي بالثانية مثل الأولى، ركعتين بركوعين في كل ركعة، ثم يخطب الناس كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نصنع عند الكسوف؟ الصلاة والاستغفار والصدقة، صلاة واستغفار وصدقة. طيب في أي وقت تصلى حتى في أوقات النهي على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. نعم، صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء تصلى هذه الصلاة عند الحاجة إلى الماء. السنة في صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيدين أن تصلى في المصلى. ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وخرج وصلى في المصلى، هذا إن تيسر، وإلا تصلى في المساجد. صلاة الاستسقاء يصلي ركعتين، يجهر في القراءة، نعم، يخرج، قلنا يخرج إلى المصلى، لكن يخرج في هيئة المنكسر المتواضع، لأنه يطلب من الله السقيا. يفعل قبل الخروج الأسباب الموجبة لرحمة الله، يخرج من المظالم، يتصدق، يستغفر، نعم، يصنع هذه الأمور. بعد هذا ذكر المؤلف أوقات ينهى عن الصلاة فيها، إلا قضاء الفوائد من الفرائض، نام عن الصلاة وقام في وقت النهي ماذا يصنع؟ يصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. كذلك الصلاة التي لها سبب
كما ذكرنا الآن في الكسوف وتحية المسجد وركعتي الطواف مثلا. أوقات النهي كم؟ من يعرف؟ الله يفتح عليك، أجلس. خمسة أوقات النهي، خمسة على التفصيل، وهذا أحسن. أوقات النهي عن الصلاة خمسة. لو قال لك قائل ما الحكمة، ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، ماذا تقول؟ لا يسأل عما يفعلهم يسألون، واحد. الثاني، الآن سيأتي معنا أن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس هذا الوقت وافق الوقت الذي يعبد فيه أهل الشرك، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت. لماذا؟ حتى لا نشابههم فقط في الوقت، فما بالك مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم. هذا الثاني. أما في وقت الظهر، يعني وقت قبل الزوال، هذا الوقت الذي تسعر فيه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الحكم عن النهي في هذه الأوقات أن النفس تنشط، تمنع عن الصلاة فتشتاق للصلاة تصلي، تمنع تشتاق للصلاة تصلي. لا يسأل ما أفعل وهم يسألون، مفهوم؟ نعم. كم بقي؟ ثلاث ساعة على الأذان. نعم. مشكلة الجوالات اللي يؤذن، والله أخواننا يعني القرآن وكذلك السنة والأذكار ما يمكن أن تجعلها جرس للهاتف المحمول جوال. أقل شيء أحيانا تدخل دورة المياه ويؤذن، ماذا تصنع؟ صحيح؟ إشكال والله. وهذا يصلي وكذا، يعني تنبه لهذه المسألة، مفهوم؟ لكن يا أخواننا النصح، يعني وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. نعم، تنصح تحاول وكذا، الحمد لله. طيب، أوقات النهي إذن خمسة. الوقت الأول يبدأ بتسليم الإمام من صلاة الفجر إلى ظهور قرص الشمس، أول ما يبدأ يظهر قرص الشمس هذا الوقت الأول. هنا ما يصلي إلا ما ذكرنا من ركعتي الفجر إذا لم يصلي قبل الفجر. طيب، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من ظهور القرص إلى أن يرتفع، هذا تقريبا الوقت تقريبا ربع ساعة، مفهوم؟ هنا ما يصلي شيء إلا على ما ذكرنا، استيقظ في هذا الوقت ولم يصلي الفجر وصلي الفجر، ذوات الأسباب تصلى في هذا، دخل المسجد مثلا. الوقت الثالث قبل أذان الظهر تقريبا بربع ساعة لعشرين دقيقة، يعني الوقت الذي تكون فيه السماء، تكون فيه الشمس في كبد السماء على رؤوس الخلائق ولا يرى ظل الأشياء. هذا في بعض المناطق، في بعض المناطق هناك ظل الشمس، وهذا إن شاء الله تعالى يعني نأخذه في مواقيت الصلاة، يعني قبل الظهر تقريبا بعشرين دقيقة. هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع يبدأ بتسليم الإمام من صلاة العصر إلى قرب الشمس من الغروب، هذا الوقت الرابع. قرب الشمس من الغروب حتى تغرب، هذا هو الوقت الخامس. أوقات
خمسا وهنا عن الصلاة فيها. الإمامة، الإمامة كل شيء مرتب في هذا الدين ولله الحمد، من يتقدم ومن يتأخر. الإشكال يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن بعض الناس إذا اجتمعوا مثلا في مكان ماذا يصنعوا؟ تفضل تفضل تفضل، سبحان الله، وفي آخر الأمر يتقدم ويصلي من لا يحسن الصلاة. صحيح، وفي الغالب ترى بعض الشباب هدانا الله إياه ما يدخل إلى المسجد قبل الإقامة أو في آخر المسجد أو في الطرف أو يتخفى حتى لا يرى أحد. لماذا؟ حتى لا يتقدم ويصلي بالناس، مع أن هذا هو أفضل من في المسجد. ماذا تصنع؟ يذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا اجتمعوا ناس وتعرف أنك أحفظ القوم وأقرأ القوم، ماذا تصنع؟ ها شيخ مصطفى، ماذا تصنع؟ تتقدم وتصلي، ما تكلم أحد. قد يقول قائل هذا ما هو؟ حب إمامة وحب شهرة وترفع، مثل ما يقول بعض الناس اليوم، قال فلان يدرس، نعم يريد كذا وكذا. الصديق رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتقدم أحيانا في الصلاة، عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطب في الناس، عرف أن هذا الموضع لابد من القيام ولابد أن يتقدم، التمس رضا الله وإن سخط الناس. النتيجة رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فتنة، عمر يتكلم رضي الله عنه كذا وكذا، عرف الصديق أن هذا موضع لابد أن يتقدم. صحيح، فأنت تعلم من نفسك أنك أحفظ الناس وأعلمهم وكذا، تتخفى. اسمح لي في هذا المثل، يعني أخواننا أكرمكم الله، هذا الحمار، حمار حمار يصيح، صح، يعني يريد أن يبين لك أنه حمار. أنا هو حمار وأقول أنه حمار، من إشكال فيه؟ أنت وأنت متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تتخفى، ويأتي مجلس ويتكلم عن الباطل وأن تسكت، تتراجع ولا تتقدم ولا تصلي بالناس، وبعد هذا تقول والله المسجد كذا، راح المسجد الأول، ذهب المسجد أو الثاني. ما يمكن لك دور في هذه الحياة، قم بدورك يا أخي. صحيح، ولا إشكال في هذا، ودع الناس يقولوا، التمس رضا الله وإن سخط الناس. إذن إذا اجتمعوا أناس في مكان وتعرف أنك أحق الناس بالإمامة، ما تكلم حتى تتقدم، استو، الله أكبر. نعم، يا أم القوم، أمور مرتبة، أقرأهم لكتاب الله. القراءة لكتاب الله على ما كان عليه السلف، قراءة وتدبر وعمل. لو اجتمع عندنا قارئ، أي على ما يذكر بعض الناس أنه يحفظ القرآن، حفظ القرآن، حفظ الآيات والتدبر والعمل، هذا حفظ القرآن. نعم، خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن، تعلم القرآن. ما معناه؟ قراءة فقط؟ تجويد؟ لا، قراءة وتدبر وعمل. فلو كان عندنا يحفظ القرآن كاملا ولا يعرف الفقه، وهذا يحفظ شيء من القرآن وفقيه،
يعرف فقه الصلاة، من يقدم؟ هذا الذي يعرف فقه الصلاة. ولماذا تترك حفظ القرآن يا أخي أصلا؟ احفظ يا أخي، مفهوم؟ نعم. طيب، أقرام لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء، يعني اجتمع هذا الأخ وهذا الأخ، فمن يتقدم؟ ننظر في القراءة سواء، فاعلمهم بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اعلمهم بالسنة حفظ تدبر عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه أثر السنة العمل بها. طيب، ثم بعد هذا فأكبرهم سنا. كذلك الآن مثلا جئنا لبيت هذا وهو أقل القوم حفظ وعلم بالسنة، لا تقدم عليه أحد، وكذلك في سلطانه، كذلك الآن إمام المسجد عندنا هنا ما يتقدم عليه أحد، صحيح؟ نعم، ما يتقدم عليه أحد. طيب، الآن الصفوف كيف تكون الصفوف؟ أنت تعرف الآن إشكالات في الصفوف، والبعض يتخاصم ويرفع الصوت وكذا. يا أخوان، يتقدم الإمام وتأخر المأموم. إذا كان الإمام يصلي مع واحد يصلي بجانبه، لا يتأخر عنه شيء عن يمينه، وإذا كان مع الإمام أكثر من واحد يصلوا خلف الإمام، والأصل في الإمام أن يتوسط، تكون الصفوف قريبة من بعض، نكمل الصف الأول فالأول، نسد الفرج، يتقدم الرجال ويتأخر النساء، الصبيان الأصل أن يكونوا مع الرجال. إذا تقدم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الصغير إلى الصف الأول أحق بالمكان، إلا إذا كان ممن يلي الإمام، نؤخره؟ لا، نجعله عن يمين أو عن شمال. ليس هناك أولوية اليمين عن الشمال. نعم، يتوسط الإمام ثم تكون هذه الصفوف. طيب، دخل إلى المسجد ووجد الصفوف مكتملة، ماذا يصنع؟ يجر إنسان؟ لا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا في الصف، فماذا يصنع؟ في الغالب الصفوف اليوم فيها أماكن وفرج، إن لم يجد مكان، على يقول الشيخ الإسلام تيمي، لم يجد مكان في الصف، حاول ولم يجد مكان وصلى خلف الصف منفردا، صلاته صحيحة، وإن وجد مكان فصلاته باطلة، صلى خلف الصف وهناك مكان في الصف وصلى منفردا فصلاته باطلة. ما الدليل؟ قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا في الصف، يعني يستطيع الدخول، وهذا لا يستطيع الدخول فصلاته صحيحة. طيب، كم دقيقة؟ ربع ساعة، الله أعلم، نتوقف وبعد صلاة، بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نكمل، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله.